يعني فين اخذ توب مرة تانية؟ اي طبعا اي ان شاء الله ما تكون طلعت انت ونروح نسافر سوا. لا ما حيسافروك انت خلاص. خلاص فقدت الامل مني، راح ادور على صديق ثاني. روح ادور للعباس، ادور للعباس، روح عباس بعد ما اخذ التوب. بكره اقول لعباس عم هذا ما طلعوا. والله كان كنت حاط مليون بالمليون اني بطلع توبو البرايم جاي. حبك بعد غيمي بعد غيمي تي صعبة صح؟ سامي خلاص خلاص عندك كل شيء يا عمي. انا اخر 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 واحد كنت اتوقع انه يكون من هو انت. اخر واحد كنت اتوقع انه يكون من هو انت. توقعت رافائيل، توقعت نسيم، توقعت مروان اللي متوقعته الصبح لما مدمر كانت تحكي معه. انت انا مدمر كانت ما توقعت. توقعت فابيل، توقعت فابيل توقعت لان كل الوقت انا نومين انا نومين انا نومين. توقعت رافائيل اخذ الاغنيه، اخذ اغنيه من الاغاني. ما توقعت حالي صراحة، بس مش متوقعت حالي إنه كنت خايف شوي، كنت خايف بس أبداً ما بتوقع إنه عالي نوميني. خلاص أهو صار طلعت ما حالي وصلنا لها نحنا. واو شو أنا عارف ومتأكد فاهم يعني عارف وصلنا لها، بس أنا أطمح إنه أكثر. أنا عارف أكيد أي واحد أكيد تقول إنه أنا في زملاء مكملين وأنا أستحق إني أكمل بيناتهم. أنا لو كنت محلك كنت فكرت نفس الشيء إنه أنا أستحقه يمكن أكثر من شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يمكن أنا أستحق أكثر منه. بس وصلنا لمرحلة إنه أي غلطة تنحسب علينا، أي غلطة صغيرة تنحسب علينا. يمكن هلا هالاسبوع على معيار، كلنا على معيار واحد، واكيد عندنا معايير ثانيه بنغلط فيها بس كلنا على معيار واحد. انت يمكن ما عندكش هذاك المعيار، شخص اضعف منك عنده هالمعيار. انت تطلع مين على فكره؟ انا لما دخلت البرنامج كان كثير بيسالني قبل ما ادخل البرنامج اصحابي انه انت بتتغير وانه انت، فانا تعرف ايش كنت يعني بنفسي من جد كنت بحط انه مثلا ستار اكاديمي إضافة لي في حياتي، فاهم؟ إضافة مو معناتها إنه أنا أشوف نفسي، إنه هذه من الإنجازات اللي أنا قاعد أحققها في حياتي. يعني مثلاً أنت أخذت الشهادة، أخذت شهادة معينة، إنجاز لك إنك أخذت شهادة، أخذت ستار أكاديمي وحققت نجاح، هذا إنجازك. معناته أنا أخذ مش من وراء تغيير حياتك، مش من وراء إنه بالضبط إنه ما وراء إنه مثلاً أشوف نفسي ولا مثلاً أتغير على حد. فهمت؟ فأنت دائما لما تأخذ أي شيء إنجاز في حياتك يعني ممكن كثير بيدخل برنامج بس ينجح ولا ما يدخل برنامج ينجح حسن منه، في ناس يدخل برنامج ما ينجح. صح. فأنت لما تأخذ إضافة في حياتك صدقني حتتعلم أشياء كثيرة ومن نفسك أنت بتحس أنك قاعد تقدم. وأنا الحمد لله من أول ما دخلت لين الحين أحس أني قاعد أقدم يعني كل اللي عندي، لسه ما قدمت كل اللي عندي بس انه قاعد اقدم الشيء المطلوب مني. يعني انا عرفت انا ناس تقدر ان انت تعبت عشانه. لما تطلع خلاص ما تصير تزعل انه تحس انه انت شرفت كل الناس، شرفت اهلك، شرفت السعوديه، شرفت الخليج، شرفت بلدك، شرفت اساتذه اللي بيدربوك، اكيد اصحابك أكيد. يعني بيكون لك يبقى أنا ما أقول لك إنه حتى لو طلعت بتحصل ناس أنت وبتحصل كلام كثير، فمو معناته إنه أنت، لأنه هذا الشخص حلمه يكون زيك بس ما قدر. يعني مثلاً أصحابك أنت بتروح مثلاً
تروح واصحابك بيطقطقوا عليك، احنا نسميه يطقطق علينا يعني مثلا يعني يبدأ يتسلوا عليك وكذا يستانسوا في الأمة عليك يعني انه مثلا متجمعين فمزحة برزحة انا نسميها يعني مثلا يمزح بس هو مستقصد لما ارجع من ستار اكاديمي. اي مثلا يعني مثلا اقول لك مثلا انت ما توصل الفاينل مثلا تطلع البرام ان شاء الله بعده ولكن طلعت من انه انت دخلت وكل قاعد تسوي شو وما ادري ايش وهذا في النهايه طلعت يعني هذا تاكد مليون بالمليون انه حلمه يكون زيك بس ما عارف كيف لانك انت بتشوف الناس اللي بيحبك بيقولوا اللي وصلت له انت شيء واو اللي انت قاعد تقدمه شيء واو يعني كفايه انك انت دخلت البرنامج عن الاف ملايين اللي مقدمين على البرنامج. لا ترى بالنسبه لي انا يعني لو انا طلعت البرايم هذا او طلعت البرايم جاي نفس الشيء كان نفسي اخذ اللقب بس اكيد هدفك انه انا وصلت لاكثر من نص المشوار طلعوا البرايم التاسع. لا حلو اكثر من نص اكثر من نص انا لو رجعت ان شاء الله انا ان شاء الله متاكد انه بوصل سيمي فاينل ان شاء الله حترجع ان شاء الله. الناس كانوا سهرانين معنا اللي يحبوا انيس واللي يدعموا انيس صوتوا لاخي علي يا حبايبي اتمنى لكم تصوتوا لاخي علي ويرجع اخي علي يا رب يا رب حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي